احمد صالح ده. ده انا، ايه انا؟ في اسم احمد صالح. احمد صالح. 3 2 1. ازيك يا ربيع؟ يا ناجي ازيك عامل ايه؟ صدقت ان احنا في برنامج؟ خلاص غيرت تونك خالص. ايوه وسيماء الجد وكده والمش عارف ايه ايه ايوه، الاخبار؟ انا اسمي الاوفيشال هنا في امريكا احمد صالح، عشان اسم العيله صالح. انت تمام اسم العيله بتاعتك ايه عند الالمان؟ ربيع. ايه؟ ربيع؟ مخلص ما انا مخلص. اسم العيله ربيع، بس في النص انت عارف في الاسامي المصريه بتبقى يعني بتحس ان هم خايفين يبقى في تشابه اسماء، فبيزودوا اسامي كتير قوي في النص، خمس ست اسامي، فبيبقى اسمك في البطاقه على ثلاث سطور مثلا البطاقه بتاعتنا. اصلا انا اكتشفت ان لان انا اسمي محمد محمد، تمام، فكل ما هو محمد محمد ومحمد احمد ومحمد محمود دول بيتعمل عليهم تحري في مصر أصلي يعني. أصلي أمن وأمان. وبعدين لما سألت الموظفة، يعني أنا رحت أصلا للداخلية وعشان أفك المشكلة وكده، فسألت الموظفة قالت لي لا ده الموضوع ده قديم، إحنا مش عارفين سببه بس هو كده مفروغ منه يعني. طبعا النقلة، وانت نقلت مؤخرا ألمانيا بقى، انا حتى الآن مفشوخ، يعني يأست من الموضوع ده. يعني اروح اعمل ورقة مثلا فيقولوا لي ايه ده، انت في ورق مش عارف ايه، اسمك مكتوب كذا، والتاني اسمك مكتوب كذا، والتالت اسمك مكتوب كذا. بس يعني انا تقريبا كنت فاهم ده، او في كذا تجربه زي اللي انت بتقوله بالظبط، فانا كنت حريص يعني من اول ورقه املاها او اول استماره اعبيها ان يبقى في تطابق، يعني ربيع اسم العيله دايما، اسم الاول محمد دايما، والباقي بحشره في النص، بدور له على مكان كده واحشره في النص. طيب انا علشان في ناس كمان بعتوا لي انه يعني لازم احط تعريف، فهيبقى فيه تحت الفيديو شويه لينكات لحاجاتك، وكمان للي ما بيعرفش وش يقروا يكتبوا بيتفرجوا يسمعوا بس. فانا معانا محمد ربيع، صديق عزيز عشره، ده دلوقتي داخله على ال 15 سنه، باين حاجه بنت وسخ. لا والله، بس احلى احلى صحبه، مليانه دايما بعزومات المكرونه بشاميل والفراخ الجميله. وكاتب مدون اولا، وكاتب مهندس معماري سابقا، محرر في عدد من دور النشر، ابرز رواياته كوكب عنبر، عطارد، واخيرا تاريخ آلهة مصر. انا عايز ابتدي. اخر مره كنا بنتكلم على تويتر، وكنت بتكلم على موضوع العلاج النفسي وعلاقته بالكتابة، وإزاي الكتابة ممكن تساهم في إنك يعني تتعامل مع مشاكلك. وإنت اتكلمت إنه ده مفيد ليك، وإنه أحيانا كتير كمان روايات كتير وإنت شغال فيها بيبقى ده الدافع. وذكرت مثال عطارد. كان إيه مظبوط. بقى الموضوع بتاع عطارد؟ بص، هي اللي حصل في عطارد كان غريب شويه. يعني انا اشتغلت بالطريقه العاديه اللي انا عارفها، يعني ان بخطط و على ورقه كبيره برسم كده الشخصيات ومسار الاحداث ومش عارف ايه، ولما الاقي ان كل حاجه كده مستويه وجاهزه للكتابه ببتدي اكتب. فمع بدايه الكتابه ما كانش في مشاكل، بس ابتدت ان في زي اكتئاب بيزحف كده ببطء، وبعدين على نص الروايه الاكتئاب كان عنيف جدا، يعني ما بقتش عارف اعمل ايه يعني، واضطريت اوقف في النص. قعدت فتره كام شهر، 4 أو 5 شهور واقف، وبعدين رجعت بنفس الوضع، بنفس الاكتئاب ده. الكام شهر اللي بعد كده كنت بكتب كتير، يعني بكتب كل يوم وطول الأسبوع بكتب، يعني ما كنتش ببطل. وأنا ما كنتش ملاحظ موضوع الاكتئاب ده إلا لما مروة قالت لي أنت يظهر يعني أنت شكلك فيه مشكلة يعني. وساعتها ابتديت أحس بقى إن ده فيه حاجة يعني. والمدهش ان كل ده انتهى وراح
لما سلمت الدرافت الاخراني يعني ما راحش مره واحده، برضو راح قاعد يروح بالتدريج كده على مدى اسبوعين ثلاثه. وانا ما انا يعني لحد دلوقتي مش فاهم هو مين اللي شغل مين، يعني الكتابه هي اللي شغلت الكتاب ولا الكتاب هو اللي شغل الكتابه فعطارد بالذات يعني. التجربة الأخيرة بتاعت تاريخ آلهة مصر ما كانش فيه اكتئاب، بس كان فيه زي ما تقول كده توتر وقلق طول الوقت، يعني طول أثناء فترة الكتابة كان فيه غير الانشغال بتاع هل الأحداث حلوة، هل الشخصيات مكتوبة كويس، هل لازم أزود شخصية ولا لا، انت عارف ده دايما بيبقى قلق عند أي حد بيكتب يعني. بس كان فيه حاجة أكتر من كده كمان. ده في تاريخ آلهة مصر في آخر واحدة والقلق استمر حتى بعد كده، وإحنا عمالين نفكر وإحنا هن هن هندخلها مصر ولا لأ، ولا إيه الوضع، ولا إيه الكلام، أنت عارف الجدل اللي حصل في الآخر ده بعد ما خلصت. طب وال انا عايز اميز بين حاجتين، ان انت بتوصف قلت انه في عطارد كان في اكتئاب يعني، والتانية في تاريخ آلهة مصر كان قلق. هنا القلق اللي في تاريخ آلهة مصر لان انت قلقان من ردود الافعال او من الخطورة اللي في الرواية، ولا من حاجة فنية، ولا من حاجة نفسية زي موضوع الاكتئاب، ولا كان جاي منين القلق؟ هو كان جاي من حتة فنية أكتر يعني، ما كنتش يعني موضوع القلق من ردود الأفعال ده جه في الآخر خالص لما خلصت، بس أثناء الكتابة كان دايماً عندي إحساس إن الجملة دي ممكن تبقى أحسن من كده، وإن الفقرة دي ممكن تتكتب أحسن من كده، وإن المشهد ده عايز يتقصص منه شوية وعايز يتظبط أكتر من كده. ودي اظن دي مبنيه على تجربه ان انا بعد ما خلصت عطارد اثناء ما هي كانت يعني بعد النشر وكده، اثناء ما هي كانت بتترجم كان دايما روبن يبعت لي يقول لي ده في حته عندك تعال نراجعها كده، لان يظهر فيه غلطه او في حاجه مش مفهومه او مش عارف ايه. فوانا بقرا غير ان كنت بلاقي اخطاء يعني، بس كنت بلاقي ان في جمل يعني انا شايفها ركيكه طبعا ممكن تتظبط. انا اصلا يعني اللي مؤخرا وصلت له انه احسن من المحررين والمراجعين اللغويين المترجمين. يعني اشمعنى انا في كل الحالات اللي نصوص فيها ترجمت ليا فبيرجع لي المترجمين زي في حاله روبن كده، يقولوا لي هي ايه الجمله دي، وانا شخصيا يعني انا ببص عليه بقول ايه الخرا ده، ايه الجمله دي اصلا ليه الجمله. ولدرجه في نص حاجه شغاله عليها دلوقتي مع كاثرين، فمثلا بعتت لي مثلا هي بعت 7 اسئله على نص، فانا من 7 اسئله 6 قلت لهم احذف الجمل دي شيليهم اصلا، مش عارف هم ليه موجودين هنا. وبحس انه في حاجه ليها علاقه بالوعي باللغه حتى عند المحررين المصححين اللغويين، انه انت ماشي يعني النص بيخلق قاع له وجو عام، وانت بتقرا ما بتقفش بقى يعني انت عامل اللغه، لكن المترجم لانه غصب عنه لازم يقف قدام كل كلمه وكل حرف يلاقي لها مقابل، فبيبقى جهد تحريري وبيخليه يبص تاني على الحاجه بشكل مختلف. مفهوم طبعا مفهوم، هو مسؤول عن ان هو اولا يفهم المعنى تماما وبعدين ينقله للغه الثانيه، وده مجهود يعني مجهود على مضاعف يعني، والمجهود الاولاني بتاع الفهم ده هو اللي بيرجع لك او بيرجع للمؤلف يعني، فيه بيحاول يفهم ايه اللي حصل يعني. تاريخ آلهة مصر كنت بتتكلم كان عن القلق الفني، وانا رايي ان هي فيها يعني تحدي، لانه اللي حصل مع عطارد انه عطارد وصلت للبوكر والروايه باعت جدا وحصل ليها استقبال نقدي كويس، وكمان
كان في حاجه في عطارد مرتبطه بايقاع اللحظه، يعني هي كانت خلقه كده واخده مستلهمه من السواد والكوابيس ما بعد 2013 2014 ومستلهمه، فكانت في كان في حاجه ليها علاقه بايقاع اللحظه لمنكت او ربطت مع الناس في تاريخ آلهة مصر، مش بس انها حاجه مختلفه او تغيير، طبعا في حاجات مربوطه، بس انه زي حتى ما قلت لك اول ما قريتها انه حاجه تخوف انه حد نص الروايه والروايه ما بتبتديش، يعني انت يعني الروايه مش عايز احرق احداثها يعني، بس في 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 وكأن يبدو ان في عالمين اساسيين في الروايه، في الجزء الاولاني اللي هو يعني قد يوصل لنص الروايه، وده معمول باسلوب ساخر جدا عبثي جدا فانتازي جدا، وكمان نادر في الكتابه في الادب العربي، وبيتطش مع حاجات في السياسه وفي الدين وفي التاريخ وحاجات تودي في 60 داهيه كلها، وبعدين فجاه الروايه بقى الحقيقيه، يعني مش عايز اقول الروايه الحقيقيه يعني برضه، يعني الروايه اللي هو اللي بيقرا محمد ربيع قبل كده متوقعها بتبتدي في النص الثاني. انت كنت خايف من المغامره هنا في فنيا في الاستقبال، ولا ان الطبخه تبوظ منك اصلا؟ طيب يعني اولا هو اللي حصل ان تقريبا مش هقول لك كل اللي قروا قالوا لي ما تعملش كده، بس يعني على الاقل سيف سلماوي قال بوضوح ما تعملش كده، ما تعملش الترتيب ده، و حسن ياغي قال لي انا مش عارف انت هتقفل الكلام ده ازاي، يعني قال لي في النص وهو بيقرا قال لي انا مستغرب انت هتعمل ايه، يعني هتصلح، يعني انا فاهم انت رايح فين بس انا مش عارف هتعمل كده ازاي، وبعد كده يعني ايه حاول يقنعني ان انا غير الترتيب، وقلت له لا خليه بقى كده وخلاص، وقال لي طيب مش مشكله. والله يا ريس انا كنت خايف الطبخه تبوظ، يعني وهي كان طول الوقت الهم بتاعي ان انا الجزء الاولاني اللي انت بتتكلم عليه ده يبقى جزء مش تقيل على القارئ، عشان بس يعني ايه ما اتكاش قوي على الصبر بتاعه، لان في الاخر انت عارف يعني الراجل ممكن يقفل الكتاب ويرميه على جنبه وخلصت الليله يعني، ومش هيصدع دماغه لان هو الموضوع مش مستاهل يعني. فكان طبعا هو الجزء ده اللي انت قريته ده كان كامل، يعني هو اتقصقص منه بعد كده كتير لما 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 اتنشرت الروايه يعني، او في النسخه اللي هي راحت للمطبعه يعني. وبالتالي فالموضوع خف شويه، وبدل ما بقى الجزء ده شاغل نص الروايه هو بقى شاغل الربع بس. ويمكن حتى وانا بسلم المخطوطه الاخيره كنت حاسس ان يعني انا قصقصت منه جامد قوي، يعني كان المفروض ما اقصش كل ده يعني، بس اللي حصل يعني. كانت هي زي ما انت قلت بالظبط، انا كنت خايف جدا الطبخه تبوظ، وطبعا كان في شويه مخاوف ان يحصل مشاكل او قلق او حاجه بسبب المحتوى، لكن يعني في ناس كتيره من اللي قروا قالوا لي يعني ان هي يعني الكتابه يعني معقده شويه لدرجه ان محدش هينتبه للي انت عايز تقوله او هينتبه للمشاكل المستخبيه جوه يعني. عايز اتكلم عليين فكره القصاصه، لان انا عارف يعني بحكم على كنت احيانا كتير بقرا شغلك قبل ما يتنشر، وبعدين بشوف بعد ما يتنشر انت لما بيبقى عندك احيانا بتشيل قصص، يعني في انا بقرا الكتاب المسود ده يبقى في قصه كامله مثلا حاجه واخده 50 صفحه وبعدين بتناقش وبتاع فتقص تشيل ده. فاكر كان في فتره كنت بتنشر ده لوحده على المدونه. حصلت حاجات صح، ايام كوكب عنبر اظن نشرت حاجات منها. ليه كده وانت بتقولها بيصعب عليك القصص المحذوفه دي؟ لا بحس ان هي غلطه ان هي اتكتبت اصلا يعني. بس انت عارف بقى ان انا مثلا عندي نظريه انه على الاقل ربع شغل نجيب محفوظ ده هو اكيد قصص محذوفه، يعني مثلا ربع شغل اللي هو ايه يعني، يعني مثلا هو عنده مثلا ايه كل فتره كده تلاقيه يقوم ناسل حاجه زي حكايات حارتنا، تمام،
او حديث الصباح والمساء، تمام، او حتى القصص. حلو. يبقى هو ايه، تحس ان هو كان شغال في حاجه، تمام، يعني او مثلا مرحله كامله عنده بيقفلها وتبقى عنده شويه، يعني بقى عنده فايل كده مش عارف يوديه فيقوم طيب. ضرب. بص هقول لك، بالنسبه لموضوع القصاصه، هو اول واحد جرأني جامد هو ياسر عبد اللطيف، لما يعني هو، انا مش فاكر كلامه بالظبط يعني، بس معنى كلامه اللي هو يعني انت كتبتها مفيش مانع انك تحذفها، ايه المشكله يعني، هو مفيش خساره حقيقيه يعني، ويمكن الخساره ان هي ما يبقاش ليها لازمه وتتنشر او تتحط جوه النص اللي هو هيبقى كامل من غيرها، وبالتالي لما بتتحط هو مش هيبقى كامل، هو هيبقى نص مش مظبوط يعني، انت محتاج تظبطه يعني. فانا مش، انا فعليا اللي ببقى متضايق منه هو ان انا، طب وانا ليه اصلا قعدت اضيع وقتي عشان اكتب حاجه مش مظبوطه مع بقيه النص، وان دي مشكله اصلا في التخطيط الاولاني اللي انا كنت عامله من 3 4 شهور. مهندس كل حاجة رسمت الخطة لازم تمشي على دين أم الخطة. خط الخطة في الأول أمشي عليها. لا أنا قصدي ممكن تبقى الخطة نفسها كانت غلط، ما هي يعني اللي بيحصل إن بيبقى في خطة وبنمشي عليها وبعدين نكتشف إن في حتة في الخطة زيادة، فممكن الخطة الأولانية دي تبقى غلط، ما هو ما فيش مانع إن هي تبقى غلط بالمناسبة يعني، وإن هي تتغير يعني. يعني هي دي الفكرة، إن ما فيش أي حاجة مقدسة، أنت فاهم طبعًا، وطول الوقت التغيير مطلوب. طيب حاجة تانية عايز أرجع برضو التاريخ آلهة مصر، بس موضوع النشر فيها، بس كمان أنا شايف إنه حاجة عجيبة جدا إنه دي رواية بالذات. بتخيل لو أي حق يعني إنه لو حد غير مصري قراها هو مش هيفهم نصها، يعني هتبقى بالنسبة له حاجة فانتازيا بس ما بتلمسي مع حاجات في تاريخ هتفهم السردية اللي هو بيتحكى بيها وبيتكلم عن مصر العظيمة ونحن ومش عارف ايه وكذا. وبعدين عايز اسألك، لو حسيت بده حتى الآن في ردود أفعال من ناس مصريين أو غير مصريين قروا الرواية، وعايز أسأل كمان لو في أي طرح للرواية بالنسبة للقراء في مصر. يعني أنا متفهم إنه ممكن يبقى في صعوبة في وجود النسخة الورقي، هل في خطط لنسخة إلكتروني؟ الناس في مصر لو عايزة توصل للرواية تقدر توصل لها إزاي؟ هو اولا في نسخ الكتروني، والناس، ويظهر ان الناس وصلت لها فعلا يعني في كذا حد، يعني النسخ اللي على امازون بتتباع يعني، موجود يعني، الناس بتنزلها وتشتريها وكده. بقيه الحاجات مش متاكد يعني، مش متاكد من موقع ابجد، ما اعرفش بتتباع كويس ولا لا، مش متاكد من اللي هو جوجل بلاي او جوجل بوكس، مش عارف بيتباع كويس ولا لا. الكوميدي يا ريس ان ال في في ناس غير مصريين قروها، غير عرب يعني قروها، بس هم بيعرفوا عربي وانبسطوا لان هم عارفين مصر يعني، لان هم فاهمين قوي ايه البلد دي، وعاملين دراسات جوه وكاتبين كتب عن المجتمع ومش عارف ايه وكده. على المستوى بتاع القراء المصريين، فباين ان في تفاوت يعني، في ناس متضايقه جدا اي وبيقولوا انسان مصري صميم لازم يتضايق من الرواية دي طبعا. لا يعني المتضايق متضايق بيقول ان ده مش ده اللي انا متوقعه من فلان الفلاني، من الكاتب يعني، وكأن دي حاجه جديده، او يعني دي حاجه مش زي عطارد، او مش زي اللي قبل عطارد، وهكذا يعني. والمدهش ان في ناس هي جابت او فهمت كل اللي انا كنت عايز اقوله يعني، ما اعرفش ازاي يعني. وده بيبقى يعني، لما بتجمع بقى الرايين، الراي اللي بيقول ان دي حاجه خرا وما تضيع وقت والمستوى زي الزفت، والراي العكس تماما ان دي حاجه جميله جدا ومش عارف ايه،
الكلام ده بيبقى مربك، يعني لما بيبقى فيه تنافر شديد كده الواحد بيبقى مخضوض شوية، هو يعني ليه الناس واخدة الموضوع على أعصابها كده ومتطرفة في رأيها كده. طب انت شايف انه يعني عارف مثلا احنا اتربينا في مصر على فكرة يقول لك ان انت ككاتب او وهي جاية كمان من الشعر لازم يبقى ليك اسلوب محدد واضح، بحيث انه القارئ لو وقع في ايده اي صفحة انت كاتبها وقراها يعرف ان ده فلان الفلاني على طول. وفي ناس بتقول لا، انه يعني لو انا بقدم لك، لو يعني انا هزهق اصلا كانسان، وانه المفروض انه ضد الاسلوب، انه لا يبقى في محاوله دايما للتغيير والابتكار. هل انت شايف ان انت يعني عندك مشروع زي ما بيقولوا، يعني دايما الكتاب في مصر عندهم فكره ايه؟ ان انت يبقى عندك مشروع، فالمشروع ده يبقى عندك اسلوب وعالم وكده. الو؟ سامعك. ايه اه وعالم وكده. هل انت شايف ان انا مش عارف، هو الصوره وقفت فجاه، حصل جليتش؟ الصورة اوكي رجع كده الارسال. طب اقول لك، هل انت شايف، ايه رايك فكره اللي هو فكره الكاتب اللي يبقى عنده مشروع ده، فيبقى عنده اسلوب وعالم ويفضل لازق فيه وبيكتبه، ولا يعني شايف الفكره ان انت مع والله يا الطياره؟ ريس، انا بحاول وانت بتتكلم بحاول افتكر مين الكاتب اللي هو كان عنده اللي هو صوت محدد او اسلوب محدد او، وعمال بفتكر يعني اول حد بيجي على بالي محفوظ، ان هو ابتدى في همس الجنون بلغة معينة اللي هي اول مجموعة عملها، وبعدين بلغة وافكار معينة، وبعدين جه مثلا على السراب عمل حاجة مختلفة، وبعدين في الشحات عمل حاجة مختلفة تماما، وبعدين الحرافيش عمل حاجة بعيدة خالص عن كل اللي فات ده، وبالتالي هو كان طول الوقت بيتغير وطول الوقت بيعمل حاجات جديدة. وبحاول افتكر مين الكاتب اللي هو كان صوته ثابت من اوله لاخره، من اول شغله لاخر شغله، بس بصراحة مش فاكر. كل كتاب الستينات. طب ما ايه؟ كل كتاب الستينات. لا بجد يعني، ده اصل كان هي دي فكره اساسيه اصلا. يعني انت بتقول ايوه نجيب، الفكره دي ما كانتش عند نجيب بس، مثلا من اول جيل الستينات، ودي فكره اساسيه عنده. يعني هو ابراهيم اصلان، انا هاخد ستايل بتاع جبل الجليد بتاع امس من جواي وهفضل اكتب بيه 50 سنه، تمام؟ لا، بس يعني ابراهيم اظن جمال غير الغيطاني، صوته، غير تمام. خيري شلبي، تمام. خيري شلبي، ما غيرش، بس جمال غيطاني غير يا ريس. الجمال غيطاني كان يعني اللي عمله في التجليات ملوش دعوة باللي عمله في حكايات المؤسسة مثلا. في تشابه مثلا بين حكايات المؤسسة وخطط الغيطاني، هما الاتنين نفس التقريب، تحس ان هي نفس البتاع يعني. وانت عارف ليه كتاب اسمه ايام الحصر؟ كان بحبه جدا ده. انا عارف الضحكة الخبيثة دي. ده حياتي ده اصلا. انا عايز اعمل ايام البواسير. من ايام فايام الحصر ملوش دعوة بحكايات المؤسسة، ملوش دعوة بالتجليات. يعني حتى الغيطاني بيغير. اللي انت بتقول عليه ده، ان هو يبقى كاتب هو محافظ فعلا على الصوت وما بيغيروش، اظن هو بيجبر نفسه على كده، هو بيغصب نفسه على انه ما يغيرش صوته. ويعني هي الامور يعني مش لازم تبقى مقدسة كده، يعني الصوت بتاعك ده مش مظبوط. مقدس. كلمني شوية عن، تنقلت برلين بقالك قد كده، ايه 3 شهور ولا انا شهرين؟ جيت يناير، و يعني بعد محاولات عنيفة قدرت اجر شقة. طلع ان شراء شقه في برلين اسهل من تاجير شقه في برلين. حاجه مضحكه جدا يعني. يعني خلصت كل الورق والحاجات والتفاصيل دي، وبعدين جت الكورونا، فكلنا بقى ايه، قعدنا في البيت يعني. يا رب يعديها على خير. وإيه رأيك في برلين؟ أنت اخترت برلين الأول ليه، ولا هو ده اللي كان متاح؟ والله يا ريس، هو كان في زيارة من سنتين كده في الصيف بتاع 2018،
ودي كانت أول زيارة، وكان فيها في آخر الزيارة كان فيه 5 أو 6 أيام تقريبا فاضي مش بعمل حاجة، وبالتالي كنت بمشي كتير في الشوارع وبروح الجناين وبقابل الناس اللي ساكنة هنا وهكذا. و يعني وقتها الفكرة ما كانتش موجودة، بس الفكرة ظهرت بقى في أول 2019 في دماغي يعني، وقعدت أتناقش مع الجميع ومع مروة ومع أصحابنا اللي هنا، ولقيت وسلمى الكل ملهاش مراحل رأي. إيه؟ وسلمى ملهاش رأي. سلمى يعني أجلنا شوية يعني، حاولنا نديها الموضوع بالتدريج كده، لكن هي اتضايقت جدا يعني، قالت لا انا مش عايزه اسيب هنا، مع ان هي متضايقه، هي ما بتحبش المدرسه خالص، بس يعني المهم. فقررنا ان احنا ما نتكلمش كتير عن الموضوع، وان احنا ناخده بشكل كاجوال كده، وبلاش ان احنا نعمل لها تحضير، لا يعني نخليها تشوف الموضوع بنفسها يعني، وببعت لها صور ومش عارف ايه عشان تنبسط يعني. فبس فاه ففي البداية خالص قبل ما ابتدي في الإجراءات، سألت معظم الناس اللي ساكنة هنا في برلين، وكله رحب. وفي البداية انا ما كنتش عارف انا جاي اعمل ايه يعني، وبعدين ابتدت بقى الاقتراحات، انت تيجي تشتغل، اشتغل محرر، اشتغل كاتب، اشتغل مش عارف ايه يعني. كانت الناس مش مركزة قوي في موضوع الشغل، بس في مركزة في موضوع ان تعالى وجرب وهتلاقي الموضوع هيمشي معاك. يا مسهل، يا رب تكون عتبة خير عليكم. آه. كلمني بقى عن البيوت في برلين بصفتك مهندس ومقاول قديم، آه. ايه اجمل 3 حاجات في البيوت في برلين؟ والله اول اجمل اهم حاجة يمكن هما ال3 حاجات، ان انت في الشتاء في تدفئة فشيخة يعني، انت بتبقى قاعد باللباس يا ريس وما عندكش اي مشكلة والتقفيل طبعا، تقفيل الشبابيك ومفيش سراسيب هواء. ما في عزل بقى، عزل بقى الله ينور يعني، عازلين من فوق ومن تحت ومن الجنبين وكل حاجه زي الفل. بس يعني الفكره ان الشتاء اللي فات في مصر كان شتاء عنيف جدا يعني، وانت جوه البيت بتبقى قاعد متكتك ولابس 100 حاجه، ولما بتيجي تنام بتتغطى ببطانيتين، هنا حرفيا بتقعد يعني ممكن تقعد بلبوس ومش هتبقى بردان يعني، هتبقى الدنيا لطيفه يعني. الحاجة التانية هي إن كل شيء متصمم بدقة شديدة جدا، الشباك متصمم بدقة شديدة جدا، الباب يعني نفس الموضوع. يمكن الباركيه بيزيق شوية عشان لو قديم ولا حاجة، بس يعني ده بيتصلح يعني. بس هي فعليا الحاجات اللي بتتحرك زي درفة الباب ودرفة الشباك هي معمولة بتقنية عالية كده يعني، بتحس إن ما فيهاش غلطة يعني. وطبعا أنا بفتكر دلوقتي أيام ما كنت شغال في المقاولات، والخرا والعك بتاعنا، الجار الباب والشباك اللي هو يعني بيعمل شغل مرعب في مصر يعني، وبعدين تشوف الشغل هنا فبتتخض شوية من الفرق ده يعني. طب أنا عايز أرجع لشغلانة المحرر، أنت اشتغلت محرر فترة في دار التنوير، واشتغلت وأصلاً طبعاً في مشكلة أولانية إن دي شغلانة جديدة جداً في مصر، وحتى دور النشر يعني في مؤخراً ابتدت دور النشر تتحرك إن يبقى عندها محررين، بس حتى دور النشر حتى يعني مش قادرة تميز ما بين شغلانة المحرر وشغلانة المدير النشر وبين المحرر ومصحح اللغة، والكتاب نفسهم مش فاهمين الموضوع. فكنت عايز أتكلم الأول حوالين المحررين وفادوك، وأنت شايف من خلال تجربتك المحرر في مصر أو في دور النشر العربية عموما. طيب بص، يعني هي البداية في التنوير كانت يعني أنا كنت بتعلم من حسن ياغي، وكان في يعني إيميلات مطولة بينا عشان مين يشرح حسن لي إيه ياغي؟ اللي عشان انت عارف حسن ياغي ده شخصية سرية في العالم الأدبي، محدش يعرفه بره دايرة الكتاب.
طيب الأستاذ حسن ياغي هو مدير دار التنوير، وهو الكل في هو البيج بوس يعني، وإحنا بنقول بيننا وبين بعض كبيرنا الذي علمنا السحر، على أساس يعني إن هو يعني هو اللي علمنا كل حاجة. وهو محرر قديم قوي، بقيله مش عارف 30 سنة شغال محرر، واشتغل على كتب يعني ناس تقيلة قوي وأسماء كبيرة قوي في مصر وبره مصر، وهو اللي دخل كتاب معينين دلوقتي يعتبروا كبار جدا، دخلهم لعالم الكتب، وهو اللي دخل كتاب عالميين ترجمهم، مش عارف اقول اسامي لان غالبا هو مش هيبقى عايز كده يعني، لان هو بيحب. مش مهم، مش هنقول اسامي، انا عارف انه بيحافظ على سريته كعميل سري. ايوه. فحسن ياغي هو اول واحد شاد اتعاملت معاه كمحرر. بالظبط. بالظبط. وطبعا لما بتتعلم حاجه لاول مره الموضوع بياخد وقت، يعني قعدت مثلا سنه بعمل تجارب وعك الدنيا واظبط الدنيا واغلط هنا واعمل مش عارف ايه هنا وهكذا، لغايه ما يعني قعدت سنه لغايه ما بقى اقدر اخد كتاب وفعلا انا ارجعه له واقول له ده كتاب خلصان يعني. يعني ايه كتاب خلصان؟ امتى المحرر بيقول عليه كتاب خلصان؟ بيعمل بص يا ايه ريس، المحرر يعني؟ هو الوظيفه ببساطه انك بتقرا كل كلمه وكل جمله وبتتاكد إن المعنى اللي قصده الكاتب أو اللي قصده المترجم يكون واصل للقارئ، مش واصل لي أنا، لأن أنا غالباً هيبقى واصل لي، بس أنا بيبقى المطلوب مني إن أنا أخلي الجملة معناها واضح جداً بالنسبة للقارئ، ولو الكاتب قاصد إن هو يخبي المعنى لسبب ما أحافظ على المعنى ده مستخبي بغض النظر عن السبب يعني، حتى لو أنا مش عارف السبب. وبالتالي الـ 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 الكلام ده بيتطلب انك تقرا بدقه وعلى مهلك وتفكر كويس في معنى كل جمله، ولو في حاجه مش واضحه ببساطه بتعلم عليها وتدي سؤال للكاتب او للمترجم وتقول له يا استاذنا الجزء ده مش واضح، عايزين بس نفهم انت قصدك ايه بالظبط، او انا بقترح ان هو يبقى كذا وكذا وكذا بدل ما هو كذا وكذا وكذا. وفي تجربتك كان الكتاب والمترجمين في مصر، هل كان في تقبل للشغلانة دي للدور ده، ولا لأنه العادة طبعا أنا برضو لأن اشتغلت سنين صحفي أخبار الأدب وتعاملت معاهم، في العادة طبعا أصلا الكتاب في مصر هو بيتعامل مع اللي بيكتبه ده أولا إن هو إلهام، إن هو وحي يعني، هو بينزل عليه الوحي والإلهام وهو شيء مقدس انه اي تعديل فيه. هل كان في تقبل لفكرة المحرر في دور النشر ولا يعني ما كانش في قاعدة يا ريس، كل واحد كان ليه رد فعل مختلف، في ناس بتتقبل، في ناس ما بتتقبلش، في ناس بتقول لك ما تحطش قلم في الكتاب انت مش هتتدخل خالص، في ناس بتقول لك قول لي كمان، اسالني اسئله تانية، طب ايه رايك في الحته دي، ايه وهكذا. وفي ناس ده كان المضحك جدا يعني، ان مره كنت شغال على مجموعه خاصيه وبعدين بقول للمؤلف يعني احنا هل يا ترى ممكن بس القصه دي نشيلها، احنا عندنا المجموعه مليانه قصص ممكن نشيل دي، قال لي يا سلام يلعن كسم القصه دي شيلها يا عم انا مش عايزها اساسا. فانا وقعت من الضحك بصراحه، لان يعني هو الراجل كان باين ان هو نفسه مش عايزها ومش عارف يشيلها لسبب ما يعني في حاجه عنده بتقاوم ان هو يشيل القصه. بالظبط، انا بحس ان هو كمان دور مهم في تطوير نظره الكاتب لنفسه وشغله، لانه اللي بيحصل عاده انه احنا بتكتب وبعدين تبعت مثلا اصحابك تتناقش او استنى لحظه، ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايوه حاجه عجيبه يا اخي، انا بقالي بتاع 3 4 ايام بسجل مع ناس في مصر الانترنت سليم وشغال، فجاه مع برلين.
برلين الانترنت نص مخستع هو تقريبا. عايز ارجع لموضوع المحرر اخر حاجه كنت بكلمك حوالين فكره انه زي المحرر بيساعد في انك تطور شغلك، وانت اتكلمت حوالين ان شغله المحرر اساسها هو موضوع المعنى. هل ده معناه انه ما يدخلش في تركيب الكتاب ككل او في تركيب الروايه ككل؟ طيب يعني هو ده بقى الفرق الوحيد اللي بيعتمد، او يعني اللي انت قلته ده بيعتمد على النص نفسه. احيانا كانت بتجيلي حاجات يعني متماسكه تماما وهي فعليا مش محتاجه تغيير، يعني هي خلاص هي كده زي الفل. واحيانا كانت بتيجي حاجات يعني فيها خرام، فيها حاجات لازم تتعبى، فيها شخصيات ضبابية جدا ومش واضحة جدا، ولما تقعد تناقش الكاتب تكتشف ان هو يعني ما كانش مركز قوي وهو بيكتب الشخصية دي، او يعني دي شخصية زيادة او اضافية فما اهتمش بيها. يعني طبعا الامثلة كتير قوي فمش عايز اقول امثلة كتير، بس هي فعلا كانت بتفرق من نص للتاني. انا فاكر كويس باولو بتاعت يوسف رخا، باولو دي انا تقريبا ما عملتش اي حاجة، يعني النص جه لقيت فيه 3-4 تايبو وبس وشكرا يعني. وهي فعلا ما ينفعش تعمل فيها حاجة، ما ينفعش تقول له يا يوسف احنا عايزينك تظبط ده او تزود ده، أو هي على بعضها كده وشكرا. جدا انا بحبها جدا. طبعا في نماذج تانية كانت يعني في مشاكل كتير، وما تفتكرش يعني ان المحرر حتى لو هو شخص عنده خبرة كبيرة وشاطر وبيقرأ كتير ان هو يعرف يصلحها. في حاجات ما بتتصلحش، يعني هي بتتنشر والواحد ما بيبقاش مطمن لها وخلاص، وهتعمل ايه يعني. انا اخر حاجه بقى قبل ما نقفل بيها الموضوع، طبعا يا جماعه هو محمد ربيع وسيم اكتر من كده، ايوه بس علشان الحظر عملت ايه في شعرك يا ربيع؟ حلقت والله والله انا في لحظه فضا، انت عارف يعني معظم الناس بس فاضيه يعني. دي تجربه مهمه، لان هو كل الناس داخله في الموضوع ده، يعني مفيش حلاقين والاسابيع قادمه، فالناس هتحلق لنفسها اصلا. وانا حلقت لنفسي يعني، هو ده بالظبط التعبير يعني. وبعدين اول يعني حلقت لنفسي اول مره اتخضيت من المنظر، فقلت لا احنا ايه، سيب المكنه واهدى شويه كده عشان المنظر كان غريب جدا. وبعديها بيومين او 3 ايام، وده يديك انطباع عن قد ايه الواحد ما بينزلش اصلا يعني. قررت ان انا اكمل بقى، ان انا اجيب البتاع كله يعني، وبرده النتيجه زي ما انت شايف ما هياش. فالنصيحه ان حد يحلق لك، ما تحلقش لنفسك، لان دي مش حاجة. هل في أي نصائح لو أنت بتحلق لنفسك تقولها للناس تستخدمها تعملها؟ والله ممكن الواحد يسكر قبل ما يحلق لنفسه فيظبط نفسه يعني. ماشي حمادة. ماشي يا طيب ريس، ليلتك سعيدة، وسلامي لكل الأحباب والناس في برلين. الله يسلمك، وسلم لي على اللي عندك كله. يوصل، يلا مع باي. السلامة.